السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تمرين 9 صفحة 94 للكتاب الدراسي المفيد في الرياضة، وهو تمرين يتعلق بحل المعادلات. قلنا في التمرين حل المعادلات التالية. إذا كنا درنا في التمرين رقم 2 صفحة 64، عرفنا بأن باش نحلوا معادلة كنرتبوا المعادلة ديالنا، كندوزوا المجاهيم في نحو اليسار، وكندوزوا الأعداد الحقيقية نحو يمين تساوي أو على يمين تساوي. إذن هنا بالنسبة لنا في التمرين هذا التسعود، عندنا هنا في الأول كان عندنا ما يسمى بالحدود، كان عندنا المجموع والفرق. هنا لا، عندنا مجموع حدين، ولكن ديك الحدين يحتويان على نفس العامل، يحتويان على نفس العامل. إذا فاش كيتعطاو لي المعادلات اللي هما بهذا الشكل، ما كنفكرش نفس الفكرة اللي عندي في التمرين 2 أو التمرين 5، يعني كندوز المجاهيل للجهة وندوز الأعداد للجهة، وإنما سأقوم بالتأمين أولا، نقوم بالتأمين أولا، نعمل وعاد نحسب أو نبحث عن المجهول ديالي إكس باش نلقاه. إذا سأقوم بهنا بصيغة أو بتأميل بصيغة تعميل أو بتعميل المعادلة. لاحظتوا هنا بأن اللي سطرت عليهم بالأخضر هو العامل المشترك ما بين الحدين إكس أس 2 و 2 إكس. إذن فالحدين إكس أس 2 ناقص 2 إكس، العامل المشترك بينهما هو إكس. إكس عامل، هنا عندنا إكس أس 2، إكس أس 2 راه هي إكس في إكس ناقص 2 إكس، هكا كيدير المعادلة. إذن العامل المشترك هو إكس، إذن غادي نديرو إكس عامل ماذا؟ عامل إكس ناقص 2 يساوي صفر. إذن هذه لدينا أي، أنا شرحت علاش عملنا بإكس، لأن إكس أس 2 هي إكس في إكس. ثم بعد ذلك سأقول أش كنديرو فاش تكون عندنا معادلة عامل إكس عامل واحد إكس، فاش يكون عندي مجهول بين يعني واحد المجهول عامل واحد المجهول آخر هو إكس، هنا كاين مجهول يعني بحال اكس ناقص 2 كاين واحد المجهول عندي، فاش يكون عندي العامل اش كنقول؟ راه احد العاملين كيساوي صفر، يعني اكس كيساوي صفر او اكس ناقص 2 يساوي صفر. تنقول راه احد العاملين كيساوي صفر، علاش؟ لان عندي اكس عامل اكس ناقص 2 يساوي صفر، يعني واحد فيهم راه كيساوي صفر ولا راهم بجوج، واحد فيهم كيساوي صفر راه بجوج كيساوي صفر. المهم عندي راه واحد فيهم كيساوي صفر باش تعطيني النتيجه تعطيني صفر. اذا اكس يساوي صفر او اكس يساوي ناقص 2 فوت لديك جي تولي 2، يعني زائد 2 لان يعني ناقص تزلي ولات زائد. ومنه حل المعادله هو العددين 2 وصفر، اذا غيكون عندها حل. ثم ننتقل للمعادله التاليه، عطاونا اكس اس 2 زائد 7 اكس تساوي صفر. نفس الطريقه سافكر في التعميل، سافكر في التعميل اولا سافكر في التعميل. ارى اكس اس 2 زائد 7 اكس ولا كي اللي غيدير 7 اكس اس 2 تساوي ناقص 7 يدوز ناقص 7، لا راه كنقلب انا على المجهول اكس. اذا باش نلقى المجهول اكس خصني نعمل باش نلقى المجهول، فاش يكون عندي هذا الشكل ديال هذه المعادلات كنعمل بالعامل المشترك، والعامل المشترك هنا هو اكس، اكس عامل اكس زائد 7، عملنا بالعامل اكس لان كاين الفرق ما بين التعميل وما بين النشر، وهذا الا قمت بالنشر ديالها غنطيح في اكس اس 2 زائد 7 اكس. اذا بعد ذلك كندير اكس يساوي صفر او اكس زائد 7 يساوي صفر. إذن هنا لدينا أي ثم شاتعطينا إكس تساوي صفر أو إكس تساوي ناقص 7 زائد 7 فهاد تلديك الجهة تولي ناقص، لأن أي عدد زائد ولا ناقص، زائد إذا كان مسبوق بزائد كيولي مسبوق بناقص، ولا كان مسبوق بناقص كيولي مسبوق بزائد، فاش كينتقل العدد أو يتخطى الرمز تساوي، فاش كينتقل من اليمين نحو اليسار أو من اليسار نحو اليمين. إذا حل المعادلة هو العددين 7 و 0، نمشيو ناقص 7 و 0 عفوا، ناقص 7 و 0، نمشيو ل
المعادلة 5 x و 2 زائد 10 x يساوي 0. إذا لدينا هذه المعادلة. إذا هنا لاحظتوا معي بأن العامل المشترك هنا هو 5 x، هو 5 x. علاش؟ لأن 10 كتساوي 5 في 2، 10 كتساوي 5 في 2. هذه 10 كتساوي 5 في 2، وهنا خلاص 5 x ديالي في x غتولي x و 2. إذا نحاول نبسطها للجميع تولي هي 5 x عامل x، x في x هي x و 2، زائد 10 هي 2 في 5 x زائد تساوي 0. أنا بسطها للجميع باش كلشي يعرف، الجميع يعرف إن شاء الله تعالى. إذا 10 هي 2 في 5 x، 10 x هي 2 في 5 x، و 5 x و 2 هي 5 في 5 x في x. إذا العامل المشترك هو 5 5 x. نحط 5 x ديالي، عامل تبقى لينا، عملت ب 5 x تبقى لي x، هنا عملت ب 5 x تبقى لي 2 يساوي 0. ثم بعد ذلك شنو غندير؟ كنقول 5 x، لان قلنا فاش يكون عندنا عامل او جداء فاش يكون عندنا واحد العامل، واحد العامل كنقول كيساوي 0، كنقول هذا كيساوي 0 او هذا كيساوي صفر، يعني كنقول هذا كيساوي صفر او هذا، لان باش العمليه كتساوي صفر خص واحد فيهم يساوي صفر، يعني واحد فيهم خص يساوي صفر. داكشي واش كنديروا اول، يعني غير واحد فيهم يساوي صفر غتعطينا النتيجه صفر. ثم الاتمام ديالي انا غنتمم هنا، غتعطينا 5 اكس هي اكس كتساوي صفر على 5، او لان هنا في غتولي على صفر على 5، ماشي 5 على صفر، صفر على 5، او x كتساوي ماذا؟ ناقص 2. ثم بعد ذلك شنو عطينا؟ عطتنا x يساوي 0 على 5 يساوي 0، او x يساوي ناقص 2. اذا حلوا المعادلة، هو العددين ناقص 2 و 0. نمشيو للمعادلة الرابعة. اذا لدينا ماذا؟ ناقص x و 2 ناقص 18 x. إذا هنا التعميل سيكون ب 6 x، يكون ب 6 x. كيف ذلك؟ لأن يعني العامل المشترك بين 12 و 18 هو 6. إذا جينا 6 x هنا عامل x، 6 x في x هي 12 x، عفوا هنا 6 x في 2 x، عفوا. إذا 6 في 2 هي 12، و x في x هي x و 2 ناقص، ثم هنا 6 x كذلك في 3 تساوي 0. إذا لاحظنا هنا 12 x و 2 صبحت هي 6 x في 2 x، 6 في 2 هي 12، و x في x هي x أس أس 2، و 18 x أصبحت هي 6 x في 3، 3 في 6 تساوي 18، 18 x ديالي. إذا العامل المشترك هو 6 6 x، عامل 2 x ناقص 3. اللي غتعطينا هي تنقولو 6 x يساوي 0، او 2 x ناقص 3 يساوي 0. اذا هي 2 x ناقص 3 يساوي 0، او 6 x يساوي 0، بمعنى ان x تساوي 0 على 6، او 2 x يساوي 3، لان ناقص 3 في الديكشي يساوي 3. هنا كنرجع لحل المعادله بحال كنحل شي معادله بسيطه، لان خرجت من هذا. ثم لا تعطينا ان نتمم هنا في هذا الكارو، اي تعطينا اكس تساوي 0 على 6 يساوي 0، وهنا عندي العامل غيفوت لديك جي يولي قسمه، او اكس يساوي قلنا هنا عندنا عامل هذا 2، عندنا عامل غيفوت لديك جي يولي قسمة، كيولي قسمة كيبقى شنو، والثلاثة ديالي تبقى بلاصة. إذا نحل المعادلة،
هو العددين. راه الجمله ضروري منها راه مكاينش قبيلات في الاولى التمرين ضروري لان كنحل المعادله ضروري نديرها باش يمكن لي نحل المعادله. اذا هذا هو الحل ديال هذه المعادله. يكفي نعرف بان 12 هي 6 اكس في 2 اكس 12 اكس في 2 ونعرف 18 اكس هي 6 اكس في 3. اذا العامل المشترك تما هو 6 اكس. لاحظتوا بان من البدايه وانا كنعمل يعني من البدايه يعني ماشي بحال التمرين رقم 2 صفحه 64 اللي كان فيه المجموع والفرق. يعني هنا اش كندير كنعمل وعاد تنحسب اللي غتعطيني عاوتاني. يعني لاحظوا معايا ان العامل المشترك هو اكس اس اس اثنان هو اكس اس اثنان. اذا خصني نخرج من هنا اكس اس اثنان. اذا اكس اس ثلاثه هي ماذا؟ اكس اس ثلاثه اكس اس ثلاثه هي اكس اس اثنان عامل اكس ناقص ثلاثه اكس اس يساوي صفر. هذه معادله بهذا الشكل غتعطينا تولي عباره على هذا. إذا العامل المشترك هو نعم هو إكس أس إثنان هو إكس أس إثنان. غادي تعطينا إكس أس إثنان ها عامل إكس ناقص ها ثلاثة يساوي صفر. إذا اللي غتعطينا ماذا؟ هي إكس أس إثنان يساوي صفر أو إكس ناقص ثلاثة يساوي صفر. إذن هي x أس اثنان يساوي صفر أو x ناقص ثلاثة يساوي صفر. دائما فاش يكون عندي عامل واحد وعدني كيساوي صفر راه واحد فيهم كيساوي صفر. فاش يكون عندي واحد تعميل تعميل من العوامل تعميل عوامل كيساوي صفر في المعادلات كنقول راه أحد العوامل يساوي صفر. أنا غنسمم المعادلة هنا ها غتعطينا x أس اثنان يساوي صفر يعني أن x يساوي صفر أو x ناقص 3 يساوي صفر يعني x يساوي ناقص 3 تولي 3 لأن ناقص فت الجيت هنا التتمة يعني هنا التتمة كان يعني هذا الفلاش. إذا x ناقص 3 تساوي صفر يعني x يساوي 3 فت الجيت هذا ناقص 3 فت الجيت اليمين ولا 3. إذا حل المعادلة هو العددين 3 وصفر. ثم بقي لنا آخر معادلة. هذه المعادلة الأخيرة لدينا. لاحظتوا بأن هذه المعادلة الأخيرة فيها 3 إكس عامل 2 إكس ناقص 1 عامل ناقص 3 ناقص 5 إكس زائد 7. لاحظتي بأن كلها عبارة عن عوامل. 3 إكس عامل وهذه عاملة هنا عامل هنا عامل. النقطة كتعني الضرب. النقطة في الرياضيات فاش تكون ما بين جوج ديال الأعداد كتعني الضرب. إذا هنا عامل وهنا عامل ها؟ إذا كان هادي عامل هادي عامل هادي ها؟ شنو غنقول؟ غنقول 3 إكس يساوي صفر. أو هنا ما غنعمل ما والو عاطينا هو معملة 3 إكس ناقص 1 يساوي صفر. أو ناقص 5 إكس زائد 7. التمرين كله تسال تيصب في نفس الهدف اللي هو تعميل المعادلة عاد نحلها. كيصب في نفس الهدف اللي هو تعميل المعادلة عاد نحلها. هنا عندي عامل يعني x كتساوي صفر على 3 أو 2 x يساوي هاد ناقص 1 فات ليه ولي زايد 1 أو ناقص 5 x يساوي ناقص 7 يعني زايد 7 دات ليه ولات 7. إذا زايد 7 كتولي ناقص 7 أي x يساوي صفر أو x يساوي هنا عامل غتولي على 2 ها هذا عامل 2 عامل x غتولي على 2 أو كذلك هنا x يساوي هذا عامل يولي ناقص 5 في المقام ها اللي كيساوي ناقص 5 على 7 هي 7 على 5 يمشي الناقص مع الناقص يمشي الناقص مع الناقص تبقى 7 على 5. إذا حل المعادلة هنا عندنا ثلاثة الأعداد هي الأعداد شنو هي الأعداد؟ إذا عندنا صفر واحد على اثنان أنا رتبتهم يعني من الأفضل ترتبهم من الصغير للكبير وسبعة على 5. وهكذا نكون إن شاء الله تعالى قد أنهينا إنجاز التمرين
سعود صفحة 64 الكتاب المدرسي تمفيد في الرئيس لاحظتوا بأن التمويل كله يتعلق بالتعميل. وفونا الله يجزيكم بخير عبر الموقع هو prof.blogspot.com أو عبر الرقم في الواتساب درنا مجموعة واحد جروب ديال المات 06-66-43-12 وحاولوا تفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي كيعرف شي حد يحاول يبارطاجي وينشر التمرين باش كلشي ان شاء الله تعالى يستافد كيفاش كان الفكره في التعميل. عندنا تمرين اعيد تمرين 2 وتمرين 9 راح تبين لنا كيفاش نتعامل مع كل معادله كل شكل من اشكال المعادله او كل صف من اصناف معادله او نوع من انواع المعادلات كيفاش كنتعاملوا معهم، فاش يكون عندي الجمع او الفرق كيفاش كنتعامل المعادله، وفاش يكون عندي مثلا التعميل ضروري نعملو عاد نقوم بالبحث عن المجهول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.